الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ويتواصل الكلام مع سير أعلام الهدى. ومعنا في هذا اللقاء إمام كبير وعالم من العلماء وعابد من العباد، إمام في الزهد والورع، إمام في الحديث والفقه، إمام في معرفة الحلال والحرام، ومن الله تبارك وتعالى عليه كذلك بأنه جعله إماما في التفسير وتعبير الرؤى. هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري، مولى الصحابي الجليل أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو نعيم: ومنهم، أي من العلماء الربانيين والعباد العاملين، قال: ومنهم ذو العقل الرصين والورع المتين، المطعم للإخوان والزائرين، ومعظم الرجاء للمذنبين والموحدين، أبو بكر محمد ابن سيرين، كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانة، كان بالليل بكاء نائحا وبالنهار سائحا. السائح هو الصائم. وبالنهار سائحا بساما، يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هذا مما قال عنه أبو نعيم في الحلية. وكذلك قال عنه محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين، قال عنه: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. قال هذا الكلام أيضا كما قلت الطبري رحمه الله، إلى غير ذلك من الخلال العظيمة التي جمعها الله عز وجل لهذا العبد الصالح، نحسبه كذلك والله حسيبه. اسمه ونسبه ذكرته لكم، هو محمد ابن سيرين الأنصاري. الأنصاري ولاء، إنه مولى أنس بن مالك، وأنس بن مالك من الأنصار رضي الله عن الأنصار وعن المهاجرين. له سبعة إخوة، أو هو سابعهم، له ستة إخوة وأخوات، وجميعهم عرفوا بالعلم والفضل، فهو كان من بيت علم وفضل. ولذلك نشأ هذا الإمام الكبير هذه النشأة المباركة، لأنه كان في بيت علم وفضل. وكان أبوه من سبي عين التمر، وعين التمر إحدى المعارك التي خاضها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتصر فيها وأسر من أسر، فكان من جملة السبي والد محمد بن سيرين. ثم بعد ذلك طبعا أصبح هذا الإمام خادما، أو من موالي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من يقول ولد لسنتين بقيتا من خلافة الفاروق، وهذا القول ليس بجيد كما قال الذهبي رحمه الله، إنه إذا قلنا كذلك يكون من أسنان الحسن البصري. قلنا في درس الأمس أن الحسن البصري ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، والمقرر عند أهل العلم أن الحسن البصري أكبر من محمد ابن سيرين بسنوات، لذلك هذا هو الراجح، أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان
ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد تولى الخلافة في سنة 23 من الهجرة عندما قتل الفاروق كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا، واستمرت خلافته إلى سنة 35 من الهجرة، أيضا قتل على يد الخوارج الذين قتلوه وهو في محرابه يتلو القرآن الكريم، فقتل مظلوما شهيدا سعيدا كما أخبر بذلك أو بشره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وعثمان رضي الله عنه قتل في سنة 35، يعني ولد تقريبا في سنة 33 من الهجرة، يعني بينه وبين الحسن قرابة 10 سنوات رضي الله ورحمة الله عليهما أجمعين. كان ابن سيرين كما يصفه يوسف ابن عطية قال: رأيت ابن سيرين قصيرا قصير القامة عظيم البطن، بين قوسين مكرش، قال رأيته قصيرا عظيم البطن له وفرة، الوفرة الشعر الذي يعني بلغ إلى شحمة الأذنين، له وفرة يفرق شعره وكان كثير المزاح والضحك يخضب، أي لحيته بالحناء عليه رحمة الله. وقلنا في أكثر من مناسبة أن هذه حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه، فجعل من البشر من هو سهل وجعل منهم من هو صعب، نسميه في اللغة العامية عسر، جعل السمح، جعل الذي فيه شيء من الطرفة والدعابة، هذا الأمر يجري على عموم الناس، والعلماء من عامة الناس، فليس جميع العلماء يكونون في الصلابة والشدة على درجة واحدة. وهذا مر معنا في قصة الشعبي كيف كان له طرف ونوادر مع من يجالسه، هذا لا ينقصهم بشرط أن لا يتعدى حدود الأدب، فضلا أن نقول أن يقع في محرم، طالما أنه لم يتعد حدود الأدب أو لم يؤدي إلى خدش مروءته فالأمر يعني مسموح به. فكان ابن سيرين على أنه كان بكاء، كان من أشد الناس ورعا كما سنذكر الآن كيف كان يترك أشياء كثيرة تورعا، بل كان سبب ابتلائه كما سنذكر الآن بحول الله وقوته قصة غريبة عجيبة أو موقف عجيب، لا أقول قصة، موقف وأمر مختصر، موقف عجيب غريب كان سبب أنه سجن عليه رحمة الله، وذلك لما اتصف فيه من الورع، والورع هو أن يدع الإنسان الشيء أشياء متشابهة، أمر مشتبه يدعه مباشرة، لا يدخل ذلك في الوسواس، وهذا الأمر لابد أن يفرق الإنسان بين، العلماء يقولون تقوى وليست فتوى، إذا أراد الإنسان أن يتورع لنفسه له ذلك، ما لم يصل إلى حد التنطع والتشدد هذا ليس من السنة، لكن يتورع أمر مشتبه يتورع، هذا أمر جيد ويشكر عليه، لكن لا يحرج على الناس. يعني مثال جاء الآن في ذهني هذا المثال، قضية أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الهمبرجر ولحوم المستوردة، فبعض الناس يتورع، لا أقول خارج الكويت، هنا في الكويت بعض الناس يتورع يقول ما أكل مثلا من المطاعم هذه السريعة أو غيرها التي تجلب اللحوم من الخارج، لابد يحرص أن يكون هذا المطعم أو المكان يعني يأتي بهذه اللحوم من البلد، جزاه الله خير شأنه، لكن الخطأ وين؟ أن يحرج على الآخرين، أن يحرج على الأب، بمعنى أنه يشن على الآخرين أو أن يشككهم في هذا الأمر، أو يبدأ يقول وش دراكم إنهم يمكن غلطانين، ممكن الشركات هذه تكذب، يا أخي ومن الذي طلب منك أن تسأل؟ ومن الذي كلفك أن تبحث هذا البحث الذي فيه تنطع؟ أبداً، هذا من التنطع، الأصل أنهم أتوا بصورة أو بطريقة
شرعية، وطالما أنه في بلد إسلامي ويفترض في لجان مراقبة وكتب عليه وختم عليه انتهى. كذلك في بلاد الخارج، بلاد النصرانية مثل أوروبا وأمريكا، بلاد النصرانية هذه ليست البلاد البوذية أو مثل اليابان مثلا أو الصين، أو هذه الحكم العام فيها ليس نصراني، ليسوا من أهل الكتاب، لذلك لا تحل ذبائحهم، الأمر واضح. أما البلاد النصرانية كأوروبا وأمريكا مثلا، هذه بلاد نصرانية أهل كتاب، فالأصل أن ذبائحهم حلال. الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال: سمي وكل. ما لا يعني لم يكلفك تنقب. بعض الأخوة مثلا في تلك البلاد في المطعم يقوم ويدخل داخل المطبخ، داخل المطبخ المطعم اللي فيه، أو مثلا يطلب من هذا العامل الجرسون يقول له: روح جيب لي الإناء اللي طبخت فيه عشان أتأكد أنه ما في خمر، أو أتأكد أنه تنطع. هذا في شيء من التنطع، لكن يترك هذا الأمر ورعا ولا يحرج على الآخرين هذا له. إذن تقوى وليست فتوى. فباب الورع جيد وأمر يشكر عليه الإنسان وأن يحتاط لدينه، لكن ما لم يصل إلى حد الوسواس والتنطع هنا يكون الأمر أمرا مذموما. فكان رحمه الله كما قلت فيه شيء من يعني الدعابة وشيء من المزاح الذي لا يخدش في مروءته، وهذا أمر حقيقة مستحسن. يعني سبحان الله أن وجد بالتجربة أن العالم أو المربي الذي يكون فيه شيء من المزاح وشيء من الدعابة يكون أثره في الناس أكبر، لأن الناس تقبل عليه، بخلاف العالم الذي ربما يعني يكون طبعه هكذا في شيء من الصلابة وشيء من الحزم، قد يكون معذورا في بعض الأحوال، لكن أن تكون هذه سجية له هذا يكون تأثيره إيش أقل، لأن هذا بطبيعة الحال يؤدي إلى يعني نفرة الناس خصوصا العوام، ولا يصبر عليه إلا من يعني فعلا أراد أن يأخذ ما عنده من العلم فيصبر، وإن حاله شيء وإن ناله شيء من الأذى أو شيء من الإهانة أو شيء من يصبر، لأنه هو محتسب في هذا الطلاق. لكن عوام الناس يؤدي هذا إلى نفرة. ولو نظرنا إلى حال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كيف كان؟ كان سمحا هينا لينا مبتسما ضحوكا صلى الله عليه وسلم، يقف مع الجارية الصغيرة ويعطي كل مقام مقال، لا يعامل الناس على مستوى واحد، لا، كان يعامل الأعرابي بما يناسبه، يعامل يعني شريف القوم بما يناسبه، يعامل الجارية والطفل الصغير بما يناسبها، يعامل الصديق بما يناسبه، يعامل حديث الإسلام بما يناسبه، يعامل الزوجة والحبيبة بما يناسبها. هذه الشخصية المتوازنة. أما أن يكون الإنسان مرة واحدة يعامل زوجته مثل ما يعامل صاحبه في العمل، أو يعامل صاحبه مع زوجته، مشكلة ثانية. فيعطي كل مقام مقال، وبذلك يكون الإنسان ناجحا، يكون الإنسان مؤثرا. ثناء العلماء على هذا الإمام الكبير. عن هشام بن حسان قال: حدثني أصدق، هذه صيغة أفعل التفضيل، أصدق من أدركت من البشر. كان صادق اللهجة، وهذا هو حال المؤمن. المؤمن لا يكذب أبدا. قالوه الأولين: حبل الكذب قصير، اللي يكذب معك طول معه دقيقتين بس ينكشف. لأن وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية أعلى المنازل بعد منزلة الأنبياء.
الدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أعظم من الشهداء الصديق. طبعا الصديقية مرتبة عالية جدا. قال: حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله. قال: إن الكذب يهدي الفجور، فجور يهدي للنار. يكتب عند الله كذابا خزي، بينما الأول يكتب عند الله صديقا. فقال: أصدق من أدركت من البشر محمد ابن سيرين. وقال محمد بن سعد: كان ثقة، يعني ابن سيرين، مأمونا، عالما، رفيعا، فقيها، إماما، كثير العلم، ورعا، وكان به صمم، عيب خلقي، صمم، يعني سمع ثقيل. ولذلك قال عمرو بن دينار، أو قال بعد قبل ذلك شعيب ابن الحبحاب، قال: كان الشعبي يقول لنا، عامر بن شراحيل مرة ترجمته الشعبي، قال: كان الشعبي يقول لنا: عليكم بذاك الأصم، يعني ابن سيرين. واحد يقول هذه ما هي غيبة؟ لا، ما هي غيبة، لأن الإنسان إذا ذكر بأمر يعرف به لا يعد غيبة. يعني مثلا قلت حق فلان: كيف حال أبي محمد؟ قال لك: من أبو محمد؟ ألف أبو محمد. قلت له: ذاك القصير. فقولك القصير ما أردت غيبته، أردت تعريفه. تقول: كيف حال أبي عبد الله؟ يقول لك: أي أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله؟ ألف واحد أبو عبد الله. قل: ذلك الأعرج، أو ذلك الأعمى، أو ذلك كذا وكذا. أنت وصفته بهذا الوصف، وإن كان فيه شيء من الذم، يعني كون هذا يوصف به، لكن ما أردت الذم، أردت التعريف. فهو كان معروفا بينهم بالأصم، قال: ذلك الأصم، ولم يرد غيبته. وهذا ذكره العلم، هذه غيبة جائزة ليست بمحرمة، إذا أراد التعريف ولم يرد الانتقاص. قال عثمان: قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وعن عمرو بن دينار قال: والله ما رأيت مثل طاووس، طاووس بن كيسان، طاووس القراء، هذا مرت ترجمته معنا. فقال أيوب السختياني، قال: وكان جالسا وسمع كلمة عمرو بن دينار أنه ما رأى مثل طاووس، فقال أيوب السختياني: قال: والله لو رأى، يعني عمرو بن دينار، لو رأى محمد بن سيرين لم يقله، لما قال أنه ما رأى مثل طاووس. وكذلك عن أم عبدان امرأة هشام ابن حسان قال: كنا نزولا مع محمد ابن سيرين في الدار، يعني كنا جيران لمحمد بن سيرين، فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه في النهار. نسمع بكاءه في الليل وضحكه في النهار، عليه رحمة الله. يعني لم، لا يعني، وهذا قلته لكم إخواني وحبتي، لا يعني أن يكون أن ترى عالما مثلا في شيء من الانبساط، شيء من يعني المرح، طيب، الذي لا يخرج عن الأدب كما قلنا. بعض الناس يظن أن هذا أبعد الناس عن التقوى وعن البكاء وعن الخشية وعن الورع، هذا غير صحيح أبدا. بل كان بعض أهل العلم يتقصدون هذا الأمر، لاحظ، كان بعضهم يتقصد حتى يبعد الرياء والسمع عن نفسه. لم تخن الذاكرة، سفيان الثوري كان يقوم من الليل قياما يعني عظيما، إلى درجة أنه يجلد رجله، إذا تعبت رجله من القيام جلدها ويعاتبها، ثم يقوم يقيم نفسه لله رب العالمين. ربما أحيا ليله كله في صلاة وبكاء وتهجد، ثم إذا أراد أن يخرج في الصباح اكتحل
ليبعد أثر هذا القيام والتعب الذي ظهر على عينيه، حتى يعني يكون أبعد الناس عن الرياء. فأقول كانوا يتقصدون، ولو أردت أن أستطرد في هذا الباب لسمعتم العجب كيف كانوا حريصين على أن يبتعدوا عن الرياء والسمعة، وأن يحرصوا أشد الحرص على أن تكون أعمالهم خالصة لله رب العالمين حتى في أدنى الأمور. لكن نحن الآن لنقف مع أو لنكن مع سيرة ابن سيرين. عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال أنه ركبه الدين، يعني محمد بن سيرين في آخر حياته، هو كان تاجرا، كان يبيع الزيت، يبيع ويشتري الزيت، وفي آخر حياته خسر في تجارته، وعلى إثر ذلك تراكمت عليه الديون، فأدى ذلك به إلى أن يسجن، سجن بسبب هذه الديون. ما سبب هذا الأمر؟ ما هو السبب في خسارته؟ أتدرون ما السبب؟ اشترى يوم من الأيام زيتا بقيمة 40,000 درهم، وقلنا الدرهم يعني فضة والدينار يعني ذهب. اشترى بقيمة 40,000 درهم زيتا، ثم وهو يعني يتفقد هذه البضاعة بعدما اشتراها طبعا وأتى بها إلى مخازنه يتفقدها، تنكت الزيت هذه، سبحان الله إحدى هذه شو اسمها التنك أو الجرار، جرار الزيت، إحدى هذه الجرار وجد فيها فأرة، فار ساقط. فأخذ يفكر، لا مجرة واحدة، يمكن لو عند بعضنا قال ما يضر، شو ضر، قط الفار برا وكمل بعل هذه الجرة. لكن الأمر عند محمد بن سيرين يختلف، فقال لقد كانت الفأرة في عصارة الزيت. يعني الآن الزيت كيف أصبح زيتا؟ يؤتى بالزيتون من الشجر ثم يوضع في العصارة فيعصر، وتأخذ هذه العصارة الزيت ثم يباع. فقال لقد كانت هذه الفأرة في عصارة الزيت، إذن قد تلوث وتنجس جميع الزيت، فما كان منه إلا أن سكب جميع الجرار حتى لا يبيع زيتا مغشوشا على الناس، فسكب هذه الجرار وتحمل هذه الخسارة، وما كان منه إلا أن سجن بعد ذلك. بل أعظم من هذا، عندما سجن، لأن الديان اشتكوه فسجن، قال له السجان، لأنه يعرف من هو بن سيرين، وهذا أمر يعز على يعني كل ذي مرة وكل مؤمن أن يرى صاحب الفضل وصاحب الدين وصاحب الخير، وأن يراه بهذه الصورة المبتذلة ويسجن ويضرب، يرق له. فقال له السجان يوما إذا كان الليل سأفتح باب السجن واذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال، يعني هذا السجن VIP، بالليل روح لأهلك والصبح تعالنا. فماذا قال ابن سيرين؟ قال لا والله، قال لا والله لا أعينك على خيانة السلطان. شوف الورع، شوف الورع إلى هذه الدرجة، قال لا والله لا أعينك على خيانة، هذه خيانة، أنت على عمل مؤتمن، سجن ابن سيرين أو غيره يفترض أنك تنفذ، فإذا أعنتك على هذا الأمر أعنتك على باطل وأعنتك على خيانة الأمانة. وعن ابن عون قال قال محمد في شيء راجعته، يعني هذا ابن عون أحد تلامذة ابن سيرين، سأله مسألة فقهية ثم راجعته فيها، فقال إني لم أقل ليس به بأس، يعني هو ابن عون قال ابن سيرين سألتك فقلت لي ليس به بأس، هذا الأمر حلال ليس به بأس، فقال ابن سيرين لم أقل ليس به بأس، انظر إلى الورع وإلى الدقة في الفتية، قال إنما قلت لا أعلم به بأسا. ما الفرق؟ هو قال ليس به بأس، قال ما قلت لك ليس به بأس، أنا قلت
لا أعلم به بأسا. فرق كبير طبعا. كما تقول، كما تسأل مثلا أو يسأل فلان عن حديث، أي حديث، فيقول هو ليس بحديث. فرق بين هذه الجملة وبين قوله لا أعلم أنه حديثا، لأن إذا قال ليس هو حديث هنا جزم في المسألة ونفى هذا أن يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك، لعلك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. لكن إذا قال لا أعلم، ولا بد أن يعود طالب العلم نفسه على هذه الكلمة، لا يقول مثلا لا يوجد في السنة كذلك، أو لا يوجد في كلام أهل العلم، لا، لأنك لم تحط بكل شيء علما، لكن انسب هذا الأمر إلى علمك وتقصيرك، فقل لا أعلم هذا، ما بلغني هذا، لم أقف عليه. غيرك ربما علمه، غيرك ربما عرفه، غيرك ربما وقف عليه. فهنا ابن سينا يقول لا أعلم به بأسا، على حسب علمي هو يقول لا أعلم، لكن ربما يكون فيه بأس، أصل الموضوع فيه بأس وفيه إشكالية فيسأل عنها غيري. وهذا حقيقة يبين أنه كيف كان ورعا في الفتية، ورعا في الطعام والشراب، ورعا في بيع والشراء. عن جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال ما رأيت الرجل الأسود، يعني ذكر رجلا فقال أسود، هو أراد أن يصف بأنه أسود البشرة، ليس عيبا أن يكون إنسان أبيض أو أسود البشرة، وهذا ليس عيبا. فقال، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. كيف أنه راجع نفسه، وهذا حقيقة لو رأى الإنسان أو عرض الإنسان، ولا أبرئ نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، على مثل هذه الكلمات لا شك أن الإنسان سيستصغر نفسه. كيف أن بعضنا يعني يسترسل في أعراض المسلمين، يفري في أعراض المسلمين، فاكهته في المجالس أعراض المسلمين، يقضي لا أقول الدقائق بل الساعات والأيام والليالي في أعراض المسلمين، ولا يرعوي ولا يأبه ولا يعني ملام، كأنه لم يفعل شيئا، وما يدري المسكين أنه يتصدق بحسناته التي تعب في تحصيلها على أولئك الذين اغتابهم. مشكلة. ذلك هنا قال هذه الكلمة أنه ما قصد، لكن استدرك، قال أستغفر الله ما رأيتني إلا قد اغتبت الرجل. كذلك موقف يبين كيف كان ورعا. كما قلت لكم كان تاجرا، وكان يبيع الزيت، ويبيع يعني أيضا بضاعات أخرى كالحرير، كان يبيعه أيضا في دكانه ومتجره. عن ميمون بن مهران قال قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز، البز هو الحرير، فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته. أيضا في المساومة بعض الناس يعني يدبل شبد، الله يعين اللي يبيعون، يبدأ يعني يقول لك خلاص يا حبيبي، قال لك والله كم؟ 10، كم؟ يلا 8، لا بعني إياه 8 إلا ربع، يبدأ على ربع دينار ينشف ريجه. يا أخي هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هديه عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى. لا نقول لك كن خبا، كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. لا نقول لك يعني بيع واشتري دون مماكسة ومساومة، بل ماكس وساوم لكن بحدود، وما في حاجة أن ترتفع الأصوات بالأيمان المغلظة. فلا بد أن يكون هذا الأمر في إطاره المقبول. فهنا أتى ميمون ابن مهران وأخذ يساوم، قال فساومته، فجعل إذا باعني صنفا من أصناف البز قال هل رضيت، يعني شعاره لأكن مظلوما ولا أكن ظالما، لأكن مغلوبا ولا أكن غالبا. هذا الأمر إخواني ربما في ميزان بعض الناس وللأسف
يقول لك هذه دلاخة، هذا مدمغ ما يعرف شيء. التجارة شطارة، ولزوم الشطارة لابد يكون يلف ودور. حقيقة هذا ليس في ميزان الله تبارك، ميزان الله عز وجل ما كان يسير عليه هذا الإمام الكبير، النصح لكل مسلم. من يستطيع هذه إلا من وفقه الله عز وجل. كان السلف من الصحابة إذا باع أحدهم شيئا ينصح أخاه ويقول ترى فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ليس هذا فقط، بل يرشده إلى شخص آخر عنده أفضل من سلعته. إلى هذه الدرجة، يقول له اذهب إلى فلان عنده كذا وكذا. فسبحان الله، من يسلك هذا المسلك تجد أن الله عز وجل يبارك له في رزقه أضعافا مضاعفة. هذا مو كلام نظري والإخوة، كلام عملي. وكم 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 من الناس قد فتح الله عليهم بسبب صدقهم مع الله. هذا مثال الآن، انظر انظر ماذا يقول له الآن، انظر واستمع ماذا يقول له ابن سيرين. يقول هل رضيت؟ يعني السعر هذا عاجبك؟ راضي انت؟ مبسوط؟ فقال له ميمون نعم رضيت. فيعيد ذلك علي 3 مرات، رضيت رضيت، يتأكد تماما أنه راض. إذا لم يرضى أيضا سيخفض له هذا السعر حتى يرضي هذا. طبعا هو لا يرضيه من باب أنه والله كسب الزبون، لا، هو يرضيه من باب تقوى الله عز وجل والنصح لعباد الله عز وجل. قال ثم إذا باعه، قال ميمون ثم يدعو رجلين فيشهدهما ولا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم. قال فلما، وهذا هو الشاهد كيف أن الله يبارك له، قال ميمون فلما رأيت ورعه ما تركت شيئا من حاجتي أجده عنده إلا اشتريته حتى لفائف الخز أو حتى لفائف البز. لأن سبحان الله الناس تضع الثقة. يعني الشيخ الألباني رحمه الله، وتأتينا سيرته إن شاء الله تعالى في ختام هذا الشهر المبارك إن مد الله في الأعمار، كان يصلح الساعات كما تعلمون، كان ساعاتي أخذ هذه، تعلم هذه الصنعة في دمشق، فكان دقيقا، وهذا مما تعلمه واستفاد منه في علم الحديث، أن هذه الصنعة تحتاج إلى دقة، أن أنت تتعامل مع أجزاء صغيرة تحتاج إلى دقة وتركيز. فهذا استفاد منه في علم الحديث، يحتاج إلى دقة وتركيز. المهم كان متقنا، كان أمينا، كان ناصحا، كان مخلصا في عمله، نحسبه والله حسيبه. لذلك كان الناس يأتونه من أماكن بعيدة، وصاحب دكان صغير طارت شهرته في الآفاق أن فلان رجل أمين. وكان الشيخ كما تعلمون كان يعني ما يفتح الدكان كل يوم، يفتح فقط لفترة بسيطة، حصل قوت يومي أغلق الدكان وانطلق إلى المكتبة الظاهرية في دمشق ليكمل البحوث. فكان الزبائن كما يقولون يأتون إلى دكانه ويتعنال من مسافة، فإذا وجدوه مغلقا أتاه مرة أخرى يصبر ليتعامل مع هذا الرجل الأمين. لذلك لا تخشى أخي الحبيب، يا من تريد أن تعمل في التجارة والبيع والشراء، لا تخشى أنت تتعامل مع الله، فاصدق النية والتعامل، ستجد والله الذي لا إله غيره من التيسير والتوفيق والثقة التي يقذفها الله عز وجل في قلوب العباد تجاهك. كان رحمه الله من أبر الناس بأمه، كان كما يقول هشام بن حسان قال حدثني بعض آل سيرين، يعني من أهل بيته، قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع لها. يتضرع يعني يتمسكن، شلون الطفل يبكي إذا أراد شيئا من أمه. طبعا هو ليس طفل هنا، هو إمام المسلمين أو إمام أمة المسلمين، يتضرع يتودد يتذلل بين يدي أمه. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد، يعني في بيته،
وعنده أمه. هذا الآن رجل ينظر كيف يعامل ابن سيرين أمه. فخرج الرجل وهو لم يستوعب المنظر الذي رآه، فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ يقول: إيش فيه يعني يتكلم بمسكنة وتضرع وتذلل لأمه، هو يشتكي من شيء؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. هذا إخواني نموذج رائع. تجد الآن بعض الناس للأسف حتى من بعض طلاب العلم، أعرف بعض طلاب العلم عن قرب، والله العظيم يعامل أمه بطريقة لا تطاق ولا تحتمل، يحد النظر إليها إذا قالت شيئا. ما مسكين الأم، ربما لا تكون بهذه الثقافة وهذا العلم، فأخونا في الله قد يكون دارس وعنده ماجستير وعنده دكتوراه أو مثقف، فيبدأ يفرد العضلات على هذه الأم المسكينة. فإذا مثلا ذكرت أمرا أي موضوع فأدلت بدلوها وقالت كلمة، ربما تكون هذه الكلمة يعني ذا شيء من التقصير، شيء من التواضع، شيء من البعد عن الموضوع، فيبدأ يحدق لها في النظر. هذا الحدة في النظر يعد من العقوق، يعد من العقوق إذا حد الإنسان النظر لوالديه. بل لابد أن يكون كالخادم، كالخادم، وهذا والله رفع له في الدنيا والآخرة. أئمة كبار يكونون عند أمهاتهم كالأطفال الصغار، خصوصا الأم. الأم لها حق عظيم على الولد، لن يستطيع أن يوفيه ما حي. أحد الناس رأى عبد الله بن عمر، القصة المعروفة، وهو يطوف حول بيت الله الحرام وهو حاملا أمه على ظهره، طوف، فقال له: يا أبا عبد الله، قد أتيت بها من بلادي وهي على ظهري، وطفت بها المناسك وهي على ظهري، يعني كالجمل لها، هل ترى أنني وفيتها حقها؟ قال له عبد الله بن عمر: ولا زفرة من زفراتها في ولادتك. كيف توفي حقها؟ مستحيل، استحالة. الذي يظن أنه إذا مثلا بنى بيتا لوالديه، أو والله مشالهم استقطاع شهري، أو فعل لهم ما أو أي أمر معين قل أو كثر، يظن أنه من الممكن أن يوفي شيئا من حق والديه عليه، هذا يعيش في وهم، في وهم، في سراب، لن يستطيع أبدا. لو أشعل جميع أصابعه شموعا تضيء لوالديه إلى أن يموت، لن يستطيع أن يوفي جزءا من حق والديه عليه. فلذلك أقول ونحن في زمن العقوق، في زمن العقوق، وجد من يضرب أباه، وجد من يضرب أمه، وجد من يضرب أبوه أمه، حطه في الملحق، قطه بدار العجزة، يفضل الزوج عليه، وجد من يرفع الصوت، وجد وسمعنا من يقول لأمه وأبيه: أنت ما تفهم. سبحان الله، ما أدري كيف هذا اللسان يتحرك بهذه الكلمة لوالديه. كيف الجرأة يقول لأبيه أو لأمه: أنت ما تفهم. هذا الذي يفعل هذه الأمور فليبشر، فإن الديان لا يموت سبحانه وتعالى. وقد جرت حكمة الله تبارك وتعالى أن كل ذنب من الممكن أن يغفره الله عز وجل أو أن يعجل عقوبته في الآخرة إلا هذا الذنب. عقوق الوالدين يجد مغبته في هذه الدنيا قبل ذلك اليوم العظيم. وكم من القصص في هذا المعنى، يعني كثيرة جدا. لذلك قال أحد الحكماء: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. على الأقل، على الأقل، إذا لم تقم ببر والديك تقربا إلى الله وطلبا للجنة والمثوبة والأجر وردا للجميل لهذين الوالدين
اللذين كانا سببا في وجودك في هذه الدنيا، أقول على الأقل إذا لم تفعل هذا البر لهذه الأمور الكثيرة، على الأقل لمصلحتك أنت، لتجد بر أبنائك إذا كبرت. ولذلك كما قلت أيها الإخوة، انظروا لمحمد بن سيرين كيف كان وهو إمام من أمة المسلمين، لم يستكبر، قال دكتور أو مثلا أستاذ دكتور أو محامي أو مهندس أو شيخ أو تاجر أو إلى آخره، فيستنكف ويستعلي على أمه الأمية مثلا أو أبيه الأمي، أو يبدأ يعاملهم معاملة جافة، أعوذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. كان ورعا كما قلت لكم، ويعني ذكرت بعض ما كان له في هذا المجال، مجال الورع. أختم حقيقة بذكر أمرين اثنين. كان مما يمتاز به هذا الإمام علاوة على ما ذكر، أنه كان شديدا على أهل البدع. البدعة أيها الإخوة مصيبة، ما ظهرت بدعة إلا ماتت في مقابلها سنة. البدعة والسنة نقيضان، لا يرتفعان ولا يبقيان، لا بد أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر. سنة يعني ما في بدعة، بدعة يعني ما في سنة. لذلك كان أهل العلم من أشد الناس على البدع، من أشد الناس على البدع والمبتدعة، لأن المبتدع كأنه والعياذ بالله يستدرك على المعصوم صلى الله عليه وسلم. رب العزة والجلال يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع لسان حاله يقول: لا يا ربي، ما أكملت لنا الدين، لأنه لو أكمل لنا الدين لماذا تبتدع في دين الله عز وجل؟ لذلك كان أهل العلم شديدين على، ومنهم ابن سيرين. يعني هذا موقف عن شعيب بن الحبحاب قال: قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ أهل الأهواء هم أهل البدع، ما حكم ذلك؟ أستمع لهم وأطلب العلم عنده؟ فقال ابن سيرين: لا نسمع منهم ولا كرامة. هذا نقوله الذين يتساهلون، بعض الشباب يتساهل، تقول له فلان يا أخي مبتدع، فلان هذا كلامه، هذه أشرطته، هذه كتبه، هذه عقيدته، مبتدع منحرف عن نهج السنة والجماعة، يصر إلا بالذهاب إليه. يا أخي هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. أيضا عن ابن عون قال: جاء رجل إلى محمد فذكر له شيئا من القدر، يعني قدري، مبتدع. فقال محمد، قال لهذا الرجل المبتدع، قال: يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم وضع أصبعيه في أذنيه، محمد بن سيرين وضعه حتى لا يسمع شيء من هالمبتدع، يخاف على نفسه. والآن بعض الشباب والنساء يتساهل في الدخول على مواقع البدع في الإنترنت، يتساهل، دش على غرف البالتوك ونقاش مع مبتدعة، يظن أنه القضية لعب وتسلي، ثم ما يلبث إلا ويكون متزعزعا في عقيدته. قبل هذه الشبهات، كم من أعرف شابا وبلغ به الأمر إلى حد الإلحاد، إلحاد، والله الذي خلقني وخلقكم، إلحاد من هذه المواقع الخبيثة، مفاصلة. أشاك أنت في دينك حتى تبحث عن عقائد أخرى؟ يا أخي السلامة ما يعدلها شيء. أئمة كبار يضع أصبعي في أذني، خلاص مفاصلة. المواقع الخبيثة، المبتدعة، القنوات السيئة، قناة الأنوار والظلمات، ظلمات هذه ما هي أنوار، ليس فيها إلا شتم وسب وشبه وافتراء على أهل السنة. ثم تجد من بعض الإخوة من يستمع إليها. لذلك لابد أن يحذر الإنسان من الدخول والاستماع لأهل البدع، إلا اللهم إذا كان الإنسان عنده من العلم يستمع ليرد على باطلهم، هذا يعد من الجهاد.
لكن يستمع فضول يحرم، وهذا له نصيب من قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أصريت تنظر لهذه القنوات السيئة؟ إنكم إذا مثلهم، يعني في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهنا قال له: وضع أصبعيه في أذنيه، وهو الإمام الكبير المحدث الفقيه، ثم قال له: إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك. ثم قال: فخرج الرجل. قال: فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي. القلوب سمي القلب لتقلبه، فممكن يعطيني شبهة تعلق، خلص أعيش في حيرة وأنا كنت في سلامة. فقال: إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئا فلا أقدر على إخراجه منه، فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه. أيضا له أيضا كما قلنا مواقف كثيرة، يعني ربما طلت عليكم أختصر، له مواقف كثيرة، يعني فقط نموذج يبين لنا كيف كانت شدته تجاه البدع. نختم بذكر براعته في تعبير الرؤى. كان معروف، وبالمناسبة هذا الكتاب المطبوع تفسير الأحلام الكبير الذي ينسب لابن سيرين، هذا مفترى على ابن سيرين. ابن سيرين رحمه الله كما قرر أهل العلم ما كتب سوادا في بياض، هذا كله مفترى، وهذا من التجني على هذا العلم الشريف، علم تعبير الرؤى. ونص أهل العلم من أهل هذا الاختصاص، قالوا: لا يجوز للإنسان أن يقتني هذا الكتاب ويفتح ويبدأ يفسر للناس. لا، علم تعبير الرؤى قسمان: قسم هبة من الله، هبة، كيف الواحد يكون صوته جميل؟ هبة من الله. كيف الإنسان يكون عنده ذكاء قوي حاد؟ هبة من الله. كيف الإنسان يكون عنده حافظة قوية؟ هبة من الله. فهذا قسم هبة من الله، فطرة، موهبة من الله، وهذا عرف به بعض الناس، كأبي بكر الصديق كان يعبر الرؤى. وهناك قسم آخر مكتسب، يعني لو سألت سؤالا أخي الحبيب: هل من الممكن أن أتعلم علم تعبير الرؤى؟ الجواب: نعم ممكن. هذا العلم له أصول كأي علم. كيف المعبر يعبر الرؤيا؟ هكذا تشير أو تخرص؟ يعبر الرؤيا وفق أصول وقواعد. ممكن أنت تقص على المعبر رؤيا طويلة وهو يستمع، وبعد ما انتهى يقول لك ما فيها شيء. تظن أنت أن هذه الرؤيا الغريبة اللي فيها بعض الأمور والمناظر أن رؤيا تعبر، لكن هو يبحث عن مفتاح معين ما وجده. كيف هذه المفاتيح؟ باختصار، الرؤيا ينظر إلى رمز ذكر في الرؤيا، مثل رمز أذان، رمز سماء، بحر، لؤلؤ، قراءة كتاب، إلى آخره، رموز في الرؤيا هو المعبر يبحث عنها. ثم ينظر هذا الرمز هل له دلالة في القرآن فيعبر الرؤيا على ضوئه، هل له دلالة في السنة، هل له دلالة بأشعار العرب وأمثالهم. لذلك ليس كل أحد يسلك هذا المسلك، لابد يكون محيط بنصوص القرآن والسنة، محيط بأمثال العرب وأشعارهم حتى يعبر هذه الرؤية عليها. قضية ما هي سهلة، لا وسهلة، لكن ممكن لو كان عند إنسان همة ممكن أن يتعلم هذا الأمر. نختم بذكر بعض المواقف. عن عبد الله بن مسلم المروزي قال: كنت جالسا عند ابن سيرين فتركته وجالست الإباضية. الإباضية فرقة خارجية مبتدعة، هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي الخارجي، والآن هو المذهب المعروف في عمان إباضية، وهم متأثرون بالمعتزلة بنفي الصفات ويقولون بخلق القرآن الكريم والعياذ بالله. المهم فرقة مبتدعة. قال: تركت ابن سيرين صاحب السنة وجالست الإباضية.
قال فرأيت في المنام كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا مزعجة. فأتيت إلى ابن سيرين فذكرته له، فذكرت هذه الرؤيا، فقال ما لك، تعبيرها ما لك، جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مغيرة بن حفص قال سئل ابن سيرين فقال، سأله رجل فقال رأيت كأن الجوزاء، الجوزاء النجوى المعروفة، رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا، نجم آخر، فقال تعبيرها، قال هذا الحسن يعني البصري، هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه يعني في الموت، أو أتبعه في الموت وهو أرفع مني يعني عند الله عز وجل. وعن يوسف الصباغ عن ابن سيرين أنه قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة، أن رؤيا الله أين تكون؟ في الجنة. وعن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر يعني ابن سيرين قال رأيت كأني أبول دما، أكرمكم الله، رأيت كأني أبول دما، ما تعبرها؟ فقال له ابن سيرين أتأتي امرأتك وهي حائض، تجامعها وهي حائض؟ قال نعم. قال اتق الله ولا تعود. وعن أبي جعفر عن ابن سيرين أن رجلا رأى في المنام كأن في حجره صبيا يصيح، كان قاعد ومتربع وحاط طفل، وهذا الطفل في حجره يصيح يصرخ يبكي، فقال له، فقص هذه الرؤيا على ابن سيرين فقال له اتق الله ولا تضرب بالعود، اتق الله ولا تضرب بالعود، يعني ممكن تعطي حق واحد من اللي الآن يريد أن يتطفل على التعبير يقول إيه أنت راح يأتيك ولد، ولا إيه أنت أكيد بيطلع لك ولد حنان كله يصيح، ما له علاقة يعني. فهنا قال له اتق الله ولا تضرب بالعود، وفعلا كان ضاربا للعود. وعن مبارك بن يزيد البصري قال قال رجل لابن سيرين رأيت كأني أطير بين السماء والأرض، سوبرمان في الرؤية طبعا. فقال له ابن سيرين أنت رجل تكثر المنى، أنت صاحب أحلام وردية وتتمنى يا حبيبي، لذلك قاعد تطير بين السماء والأرض، لكن إذا سرت هكذا ستسقط على أم رأسك، فكن واقعيا. طبعا هذا كله من شيسي، ها زيادة من عندي، لكن هو قال له أنت رجل تكثر المنى. ونختم بهذه الرؤية عن هشام بن حسان، هذه رؤية عجيبة يعني، قال جاء رجل إلى ابن سيرين وأنا عنده، فقال هذا الرجل إني رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب. يمكن لو ذكرناه حق أحد من الطفلين يقول إيه أكيد أنت بتصير وزير ولا رئيس مجلس وزراء ولا كذا وكذا. قال إني رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب، فقال له ابن سيرين اتق الله فإن أباك في أرض غربة وقد ذهب بصره وهو يريد أن تأتيه. تفصيل، وما يعلم الغيب، لكن من هذه الرؤية إذا تفسير أنه رأى تاجا على رأسي، قال أباك، أبوك في غربة في أرض بعيدة وقد ذهب بصره عمي وهو يريد أن تأتيه، هذا تعبيرها. فقال هشام قال فما زاده الرجل الكلام، يعني الرجل ما تكلم بعدما سمع التعبير، حتى أدخل يده في جيبه فأخرج كتابا من أبيه يذكر فيه ذهاب بصره وأنه في أرض غربة ويأمر بالإتيان إليه، يعني وقعت كما عبرها. توفي رحمه الله رحمة واسعة بعد وفاة الحسن البصري بمئة يوم في السنة العاشرة بعد المئة من الهجرة، لتسع مضينا أو مضينا من شوال، عليه رحمة رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ونلتقي غدا مع إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.